عادل هابيل، مرحبا بك على موقع البطولة كوم. تعليقك على أول مشاركة في المونديال؟ السلام عليكم، والحمد لله بعد هذا التأهل اللي كان حلم وأصبح حقيقة إن شاء الله. دابا يعني أول تجربة في كأس العالم وفي العرس الكروي الكبير، يعني تنتمنى إن شاء الله نشرفوا وجه المغاربة ونديروا مقابلات مزيانين وإن شاء الله نتأهلوا للدور المقبل. هذا هو الهدف ديالنا، بإذن الله يكون على الخير إن شاء الله. كيفاش كتشوف المجموعة اللي غادي تلعبوا فيها؟ المجموعة كما تعرف الجمهور مجموعة صعبة شوية، يعني مشيها صعبة. كاين المنتخب الإسباني اللي عنده اللقب ديال كأس العالم 3 مرات، والمنتخب الإيراني حتى هو محتل المرتبة السادسة عالميا، المنتخب البنامي اللي ما تنعرفو عليه والو، ولكن إن شاء الله حنا مستعدين لمواجهة هاد الفروق. يعني هي تجربة جديدة، يعني ما غاديش يكون الضغط كثير، كثر ما باغيين حنا نلعبو إن شاء الله ضد المنتخبات. عادل هابيل، كنت معنا على موقع البطولة.com، شكرا جزيلا لك.